شهود متعددين للحدث، ما يكونش بس واحد بيشهد عن الحدث. وقلنا انه للأسف الرواية القرآنية شاهد واحد وهو القرآن، لا يوجد شهود آخرين، لا يوجد شهود يهود ولا يوجد شهود رومان ولا يوجد شهود معين كانوا معينين للأحداث، هي رواية من طرف واحد وليست رواية. أنا عشان كده بقول إنه لا نعتد بها لأنها مش رواية، هو مجرد إقرار كويس، هو نفي لحقيقة.